هنتكلم بعد كده على نقطة مهمة جدا، الجزء الخاص بالشادو كوبي. الشادو كوبي ده موجود من عام 2003. شادو كوبي، الشادو كوبي عبارة عن ايه يا ريس؟ عبارة عن انك تاخد سناب شوتس من الشيرد فولدر، الشيرد فولدر اللي موجود عندي على ان تي اف اس بارتيشن في اوقات زمنية محددة، بحيث ان هو بعد كده وانا شغال لو حصل اي مشكلة في الفولدر ده هو ارجع للسناب شوت اللي انا خدتها قبل كده. زي مثلا دللت فولدر بطريقة غلط، عدلت الفولدر ومش عارف اندو التعديل ده هو، فانت ممكن تقول له فاكر في اليوم الفلاني لما خدت لي سناب شوت من حالة الفولدر وهو بالشكل ده معايا، وريها لي دلوقتي، وتبدأ تعمل ريستور او تبدأ تاخد ملف من هنا تحطه هنا وهكذا. واضح الكلام؟ دي بسميها شادو كوبي، نوع من انواع الباك اب بطريقه ظريفه، بس هو مشكلته ان هو الباك اب على نفس السيرفر يعني، فمش هيغنيك عن الباك اب الرئيسي زي ما هنتكلم قدام شويه. دي اول ميزه فيه. الميزه الثانيه ان اليوزر نفسه ممكن يريستور من غير ما يرجع لك انت كادمنستريتور. يعني الطبيعي ان اليوزر لو عمل ديليت لحاجه بيرجع لك وانت تريستور من الباك اب. عن طريق الشادو كوبي اليوزر ممكن يرجع للبريفيوس فيرجنز في الاوقات اللي انت واخد فيها السناب شوتس دي، وهو ذات نفسه يقول له ريستور، فكده وفر عليك شويه هيدك. طيب الشادو كوبي بعمل له انيبل فين؟ بعمل له انيبل على مستوى البارتيشن وليس على مستوى الفولدر. يعني لو جينا هنا دلوقتي على البارتيشن ده، جبت البروبرتيز بتاعته، هتلاقي في حاجه اسمها شادو كوبيز. شادو كوبيز، شايف؟ بيقول لك شادو كوبي allow users to view the contents of shared folders as the contents existed at previous points in time. زي ما كان حاله وقت سابق. واضح الكلام؟ حلو. بيقول لي ايه بقى يا ريس؟ بيقول لي بالنسبه للاي هو عليه اثنين شيرز اللي هم البابليك والهوم. البابليك والهوم، صح كده؟ والشادو كوبي باي ديفولت ديسيبلد. قبل ما تعمل له انيبل، تعال نخش هنا في السيتنجز. بص بيقول لك ايه المكان اللي انا هخزن عليه السناب شوتس. المكان اللي انا هخزن فيه السناب شوتس باي ديفولت بيسلكت نفس البارتيشن، وده نوت ريكومندد. المفترض تسلكت انذر بارتيشن وتحدد له المساحه اللي هيبدا يستخدمها از ستورج اريا، ماشي؟ طيب فرضنا ان المساحه دي خلصت، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يدلت السناب شوتس القديمه ويضيف الجديد. عشان كده بقول لك لا يغنيك عن الباك اب، ناهيك طبعا عن انه على نفس الهارد ديسك وعلى نفس السيرفر، ولا قدر الله لو حصل اي هاردوير فيلير الداتا الرئيسيه بكل السناب شوتس اللي هي الشادو كوبيز ضاعت. فلا يغنيك عن الباك اب، لا غنى عن الباك اب زي ما هنتكلم قدام. الويندوز باك اب مهم جدا، او لو عندك مثلا باك اب سوليوشن تاني. حلو. طيب السؤال هنا بقى، هل كل مره هاخد كوبي، يعني كل مره اقول له انا عايز انيبل الشادو كوبي دلوقتي، هاخد كوبي من الشيرد فولدرز احطها في الاستورج اريا كل مره، ولا اريكورد التغييرات اللي حصلت بس وهي دي اللي اخدها؟ يعني مثلا اول مره انا لازم اخد البابليك كله والهوم كله واحطهم عندي، صح كده؟ صح. طيب فرضنا دلوقتي حصل ابديت في الفولدر اللي اسمه اي تي بس، ورحت جاي عامل انيبل للشادو كوبي، يعني بقول له خد سناب شوت دلوقتي، ياخد البابليك كله والهوم كله تاني، ولا ياخد الابديتس بس الملفات اللي حصل فيه ابديتس هي اللي يحطها في الاستورج اريا؟ هو ده اللي بيحصل فعلا، هو مور انتليجنت انف ان هو يريكورد التشينجز اللي حصلت على الهارد ديسك، وياخد الابديتس اللي حصلت بس، وياخد هذه التشينجز معايا. فاذا حضرتك دلوقتي لما تيجي تاكسس سناب شوت معينه، لما تيجي تقول له فرجني دلوقتي على البابليك في اليوم الفلاني، حلو، ممكن جدا السناب شوت انت شايف البابليك في اليوم الفلاني، بس هو مجمع لك الداتا منين؟ يعني ممكن يكون السناب شوت دي تحتوي على سناب شوتس ثانيه، يعني ممكن المنظر اللي انت شايفه ده يكون مجموعه سناب شوتس، انما في الاخر انت شايف البابليك، مالكش دعوه بقى في الباك جراوند هو قاريها ازاي، هو جايبها لك ازاي، هو مجمعها لك ازاي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح. حلو. ده السكادول اللي حضرتك بتظبطه بحيث ان هو يبدا ياخد السناب شوتس دي في اوقات محدده حضرتك بتحددها، او انت ممكن تقول له ايه؟ ها،
انيبل دلوقتي. هنا على فكره بيقول لك القصه اللي انا بقولها لك ان هو نوت ريكومندد انك تخلي الاستورج اريا موجود على نفس الفوليوم اللي انت بتنيبل عليه الشادو كوبي دلوقتي. يعني ايه؟ يعني اللي احنا بنعمله ده غلط. ده غلط. واضح الكلام؟ احنا مخلينها على نفس الفوليوم على الاي. فهو دلوقتي خد نسخه. خد نسخة دلوقتي. ماشي؟ حلو. جينا احنا هنا بقى دلوقتي انا كيوزر. شغال دلوقتي اهو على البابليك اي تي ميل سيتنجز. فجأة الملف ده اتدلت. اعمل ايه؟ اتصل بالادمن واقول له رجعه لي من الباك اب؟ لا. في طريقه ثانيه انك ممكن تراي كليك كده وتقول له ايه؟ ريستور بريفيوس فيرجنز. شايف؟ او ممكن تجيب البروبرتس هتلاقي في حاجه اسمها بريفيوس فيرجنز. هيقول لك والله ده احنا كنا واخدين نسخه. معايا؟ كنا واخدين نسخه او سناب شوت من الفولدر ده هو في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني. طيب فرجني كده ده في الميل سيتنجز. طب اعمل ايه؟ ريستور. وبعدين يديك بقى الوقت اللي انت خدت فيه الشادو كوبي اللي هي توداي من دقيقه واحده. This will replace the current version. ممكن توفر رايت صح؟ لا كانسل. طب ايه الحل؟ انا عايز الميل سيتنجز. اعمل ايه؟ اوبن. هات يا عم كوبي لوحده بس كده وحطه هناك. فاهم؟ لان اللي هيحصل هنا لما تيجي تقول له ها ريستور هو هيشيل لك الفولدر ده ويحط لك اللي موجود في الشادو كوبي. عايز ترجع الميل سيتنجز فايل بس مش عايز ها اوفر رايد اللي موجود كله. واضح؟ ايا كان هنا لو قلت له ريستور اهو ريستور بيقول لك سكسسفولي اوكي. لو دخلت دلوقتي هنا بقى كده يا معلم هتلاقي الميل سيتنجز موجوده. اتفهمت اهميه الشادو كوبي؟ فهمت؟ بس على الشادو كوبي. لا الشادو كوبي ملهاش علاقه بالاوف لاين. الشادو كوبي على حسب ما حضرتك بتظبط السكيدول هنا على مستوى البارتيشن. يا اما تقول له كريت ناو يا اما تقول له ايه؟ سيتنجز سكيدول. كريت ناو دي مانيوال يعني دلوقتي خد سناب شوتس. سكيدول يعني في الوقت ده هو هياخد سناب شوتس. ملهاش علاقه الراجل اوف لاين ولا اون لاين. السكيدول ده هياخد ايه؟ هياخد سناب شوتس. واضح؟ ملهاش علاقه الراجل اوف لاين ولا اون لاين. فاهم ولا ايه؟ الراجل دلوقتي بياكسس اوف لاين من الكاشنج وعمال يعمل تعديلات وبتاع ورجع وعمل سنكرونايزيشن. مال الشادو كوبي ومال الموضوع اصلا؟ انما لما اجي اقول له بقى كرييت ناو بياخد حاله الشيرد فولدرز دلوقتي. كانك خدت منها كوبي وحطيته في مكان بس بتخلي الايه؟ الاند يوزر نفسه يعرف يرستور. الكلام ده في اوروبا ودول متقدمه بس ان الاند يوزر يفهم يعني ايه الكلام ده. في هنا برضو حاجه برضو تبقى عارفها. لو جيت على السيرفر هنا فتحت الادمنستريتف تولز سيرفيسز هتلاقي في سيرفيس اسمها فوليوم شادو كوبي. فوليوم شادو كوبي شايفها رانينج دلوقتي. بص الديسكريبشن بتاعها مانجز اند امبلمنتس فوليوم شادو كوبيز يوزد فور باك اب. شايف؟ بص بيقول لك بقى ايه؟ If the service is stopped shadow copies will be unavailable. واضح الكلام ولا ايه؟ ماشي؟ If the service is disabled any services that explicitly denied on it will be will fail to start. بمعنى ايه؟ ها السيرفيس دي لازم تبقى انيبل لازم تبقى صاحيه علشان خاطر ايه؟ تقدر تستفيد بالفيتشر الخاصه بالشادو كوبي. لو انا جيت هنا وقلت له ستوب خلاص انسى موضوع الشادو كوبي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهمت؟ طيب تعالى بقى سريعا كده نرجع للسلايد تاني. What are shadow copies? Allow access to previous versions of files are based on tracking disk changes. زي ما قلت لك
مش كل مره هاخد نفس الداتا. السناب شوت بتاعي يعتمد على ايه اللي اتغير. فعشان كده بقول لك ايه، انا هتراك الديسك تشينجز. ماشي، ديسك سبيس از الوكيتد اون ذا سيم فوليوم، ده باي ديفولت، انما ريكومندد انك تحطه على فوليوم تاني. وين ذا سبيس از فول، اولدر شادو كوبيز ار ريموفد، عشان كده لا يغنيك عن الباك اب، اهو ار نوت ريبليسمنت فور باك ابس، ار نوت سيوتابل فور ريكفرنج داتابيزز. انا بتكلم على شيرد فولدرز عاديه، انما لما يكون عندي داتابيز بالكومبلكسيتي بتاعتها ما ينفعش اقول بقى انا هعتمد على الشادو كوبي، لا، في بقى هاي افيلابيليتي وكلاسترنج وباك اب وحاجات تانية كتيره. طيب بيديك الشكل اهو، كونسيدريشنز فور سكادولينج شادو كوبيز، بيقول لك كرييت الشادو كوبي سكادول بيزد اون الكاباسيتي اوف سيرفر، الفريكوينسي اوف تشينجز، الامبورتنس اوف تشينجز. يعني ما تخليش السكادولز قريبه من بعضيها، ما تقولوش كل ساعه كرييت شادو كوبي، لا، خلي بالك ان في عوامل بتحكمك، الكاباسيتي الخاصه بالسيرفر، التغيير هل بيتم بشكل مستمر ولا بيتم على فترات زمنيه متباعده، اهميه الداتا ايه اللي حصل لها تشينجز، هل تستحق ان انا اخد منها شادو كوبي ولا لا. كل دي عناصر تؤخذ في الاعتبار لسبب ان الموضوع بيأثر على البرفورمانس بتاع السيرفر، فما تفرحش بيه قوي يعني. ماشي، نيكست اللي بعديها restoring data from a shadow copy، بيقول لك previous versions are accessible from the properties dialog box of a file or folder، زي ما عملنا right click كده وجبنا ال properties، كان في حاجه اسمها previous versions. administrators can restore previous versions directly on the server من خلال السيرفر نفسه، او اليوزر من خلال ايه؟ النتورك. يعني الادمنستريتور ممكن يقف هنا على الفولدر نفسه، او الفولدر نفسه، واجيب البروبرتيز بتاعته، في حاجه اسمها بريفيس فيرجنز، خلاص من هنا دايركت، واضح الكلام؟ او اليوزر هيشوفها منين؟ ها؟ هيشوفها من على الشبكه. All users restore a file or folder, browse the previous versions to select the correct one, copy a file or folder, copy a file or folder to an alternate location. مش احنا عملنا الكلام ده؟ Next. خلاص. مبروك يا رجال. اتفهم الكلام؟ في أي مشكلة؟ صعب الكلام؟